اسمي شذى السعيد، مديرة مبيعات وتأجير عقارات ترجنا. من اللحظة الأولى اللي تم فيها إعلان مشروع ترجنا، من اللحظة الأولى عرفت إنه هذه المنطقة اللي أبغى أشتغل عليها. أبي يكون لي بصمة في أحد هذه المشاريع العظيمة اللي قاعدة تصير في المملكة. طبيعة عملي في ترجنا هو تجهيز ووضع خطة استراتيجية للعقارات، بحيث إنه الإنتاجية تناسب ثقافتنا وتناسب الهدف اللي وضع فيه ترجنا. ترجنا مو جزء مهني بالنسبة لي، هو جزء شخصي، هو حلم ملهم جداً أني أكون جزء من إنتاجية هذه العقارات، من منطقة السكن لمنطقة المكتب بين جبال. كل يوم ملهم بالنسبة لنا، ونتخيل كيف هذه راح تكون بعد سنوات قليلة قادمة. مشروع ترجنا هو إعادة تعريف السياحة الجبلية بالعالم. وين تلاقي مشروع جبلي يجمع طبيعة، ترفيه، سياحة لكل أفراد الأسرة؟ من أكثر الأمور اللي تلهمني بشكل يومي هو فريق العمل، تعدد الجنسيات اللي موجودة، الخبرات العظيمة العميقة. ترجنا استضافت أفضل خبرات العالم، وفي نفس الوقت فخورة أنه هذا الشخص عنده حلم تحقيق هذا المشروع في بلدي. لو تسأل أي أحد يشتغل هنا، رغم كثرة المهام لكن في راحة نفسية، في متعة. دائماً النجاح أحد أسبابه أنك تطلع من منطقة الراحة، من منطقة الروتين. لما قررت أنتقل ترجنا وصلت لقيت عوائق كثيرة، لكن وجدت نفسي أني إنسانة أقوى، اكتشفت أني إنسانة مثابرة. أكبر داعمين لي في عملي في ترجنا هم والدتي وأبنائي. لما أكلمهم أشوف الدافع والإلهام منهم. هذا المكان اللي عيالي يشوفون نفسهم فيه في المستقبل. الخبرة اللي أخذتها سابقاً أعتبرها مجرد تعليم وزيادة معلومات بالنسبة لي، الآن جاء تطبيق كل اللي تعلمته في السابق. إحنا في أول السلم، وهذه ترجنا. تخيل أنك تعيش في هذا الجمال.